صباح الخير، مساء الخير، حسب وقتكم وظروفكم. أهلا بيكم دايما متابعيني الكرام. بقلاوة أو جلاش بالقشطة، إذا عجبكم الفيديو ادعموني بلايك، وإذا أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك، سبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا. عبوة جلاش حوالي نص كيلو أو كيلو إلا ربع، هي عبوة كبيرة شوية. هشيل حوالي 4 ورقات عشان أعملهم بالفول السوداني، والباقي هو اللي هيكون البقلاوة بالقشطة. أسرع طريقة لعمل صينية بقلاوة، مش هتاخد مني أكتر من 20 دقيقة و10 دقايق في الفرن وتكون خلصت. قطعت الجلاش شرايح بالطول مستطيلات، وفي صينية مدهونة سمن، يفضل طبعا سمن بلدي أو أي سمن أو أي مادة دهنية، مفيش مشكلة. برص قطع الجلاش المستطيلة نص القطع داخل الصينية والنص التاني بره، وطبعا بضيف المادة الدهنية اللي انا اخترتها بين الورقات، بين ورقات الجلاش. بكرر الطريقة دي، بلف حوالين الصينية كلها، نص الشريحة جوه والنص التاني بره، واستمر في رص القطع أو الشرايح في الصينية بنفس الطريقة. وبعد كده في النص بحاول أكرمش كام ورقة من الجلاش وأحطهم في النص بتاع الصينية، ولو في أي قطع متقطعة من ورقة الجلاش أو عبوة برضو بحطها في نص الصينية. بستمر أرص بنفس الطريقة كل الشرايح، نصها جوه ونصها بره. بعمل مهلبية بكوباية لبن كبيرة و2 معلقة نشا و2 معلقة سكر وفانيليا، وبعد ما بتستوي المهلبية بحط حوالي معلقة كبيرة زبدة، وممكن ما احطش الزبدة دي. هتكون القشطة اللي هحشي بيها صينية البقلاوة. ممكن طبعا اضيف مكسرات لو عايزين. بعد ما احط القشطة او المهلبية، هرجع اغطي المهلبية ورق الجلاش بالعكس، يعني اخر ورقة هي اللي هبتدي بيها التغطية. وطبعا هحط المادة الدهنية اللي انا اخترتها بين الورق وبعضه باستمرار، مش لازم اكتر قوي، لكن لازم احط مادة دهنية. خلصت كل الصينية بنفس الطريقة، ضميت الورق على بعض وغطيت المهلبية بباقي الورق اللي كان بره الصينية. هسويه كويس علشان يطلع في الآخر القرص أو صينية البقلاوة متساوية ومظبوطة. بعد كده لازم أعمل علامات لطريقة تقطيع البقلاوة قبل ما ادخلها الفرن. لو دخلتها من غير تقطيع هيبقى صعب عليا بعد كده اقطعها بعد ما تكون وشها اتحمص او نشف بتتكسر، فلازم اعمل فيها علامات. هي مش قطع لغاية الاخر، القطع بيبقى فوق الوش بس. هعلم الشكل اللي انا عايزة عليه الصينية بعد كده، مثلثات صغيرة او كبيرة. هعمل الصنف التاني من الجلاش، محشي مكسرات او فول سوداني. ورقتين جلاش هحط بينهم المادة الدهنية او السمن، هحط فول سوداني بالطول وهلفهم رول طويل او اسطوانة طويلة بالطول، هلفها كلها بالكامل
وهعمل بعد كده واحدة كمان اللي هي برضو انا حشتها في الاول علشان اعمل بينها 2 رول زي ده. هقطعها قطع صوابع وهستغل ان الصينية كبيرة باني هحطها، هرص الصوابع حوالين القرص البقلاوة. وطبعا انا لو عايزة اسيبها اقدمها بنفس الشكل اللي انا هسوي بيها هيبقى شكلها اكيد حلو. ممكن انقلها في طبق تقديم بنفس المنظر، يعني القرص في الداخل قرص البقلاوة وفي الخارج الصوابع مرصوصة، ده يبقى شكلها. طبعا بدهن الصوابع من بره بالسمن وادخلها الفرن، وده شكلها الذهبي الجميل بعد ما خرجت. هسقيها بالشراب او العسل او الشيرة او السيرب اللي هو 1.5 كوباية سكر وكوباية الا ربع مية، نقط ليمون ورشة فانيليا. دي صوابع محشية سوداني. بعد كده بقطع القطع البقلاوة بالقشطة الحجم اللي انا عايزاه، انا علمته قبل كده هأكد عليه بالتقطيع بالسكينة، وده هيكون الطبق النهائي. رشة صغيرة من الفستق الاخضر او الفستق المزيف اللي عملناه في القناة قبل كده عشان ادي للصينية بتاعة البقلاوة منظر احلى شوية. قطعة البقلاوة شهية جدا، واضح مقرمشة من بره ومن تحت، من تحت ومن فوق، والصوابع نفس الكلام. اللي بالقشطة من الداخل طبعا طرية جدا بتدوب في البق. ايه رأيكم؟ لو عجبتكم ادعموني بلايك، ولو اول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا للمتابعة، مع السلامة.